وقت كتبدل التكنولوجيا ولات مهمه بزاف في الدراسه ديالنا، داكشي علاش انوي تشالنج جات لهم بحلول مبتكره باش تعاون التلاميذ في قرايتهم بطريقه جديده. مرحبا بكم في النسخه الثانيه من انوي تشالنج اللي استهدفت العديد من المناطق بالمملكه المغربيه. والرحله ديالنا مازال مستمره في نواحي تاونات وبالضبط تيسا اللي معروفه بام الخيول، وجينا لليست ديال منصور الذهبي. يلا ومعنا حبيبه وليكيب ديالها اللي غادي يشاركوا معنا التجربه ديالهم مع انوي تشالنج. سلام صافا. صباح الخير حبيبه، واش ممكن تعاودي لينا التجربه ديالك مع انوي تشالنج؟ شاركت برنامج انوي تشالنج، البرنامج الرائع اللي من خلاله تمكنت انني نعرف ماينكرافت اللي عجبتني بزاف ولقيت فيها المتعه ديالي. اذ من خلال هذا البرنامج تمكنت انني نطور من المهارات ديالي في مجال البرمجه. صراحه كنت كنقضي وقت طويل في الهاتف بدون فائده، ولكن الان بسبب برنامج انوي تشالنج تمكنت انني نتعلم شي حاجه اللي جديده وكتعجبني بزاف، وليت كنحس بانني ان شاء الله غادي نولي واحد البروغرامور اللي معروفه، حيت دابا عاد توضحت لي الطريق. ولا بغيتو تعرفوا كيفاش كنتعلموا الانفورماتيك من خلال برنامج انوي تشالنج ومايكرافت، اجيو معايا. شكرا منار على الدعوه ديالك. وباش نوريو الاصدقاء ديالك كيفاش يتعلموا الانفورماتيك عن طريق البرنامج، صرا سهله مهله. فمن بعد ما كتدخل المعطيات ديالك كتلقى راسك في الصفحه الرئيسيه، من بعد كتكليكي على جوي، من بعد كتكليكي على فوار مي موند، من بعد كتعزل الموند اللي قام المؤطر بتخصيصي لماده الانفورماتيك باش تقوم مجموعه من التمارين حول هذه الماده في العالم ديال ماينكرافت. منها غادي تلعب وتتعلم وتستمتع بالقرايه بطريقه جديده، والمزيد اللي غادي تكتشفه باش تطور من قدراتك الابداعيه وتحسن مستواك الدراسي بلا ما تشعر. السلام عليكم. السبب اللي دفعنا للمشاركه في برنامج انوي تشالنج هو كون لعبه ماينكرافت معروفه بالعديد من الايجابيات. على سبيل المثال كتطور التواصل سواء بين التلاميذ او بين التلاميذ والاستاذ، كتشجع العمل الجماعي، كترفع من القدره على التركيز والتنافسيه بين التلاميذ. الحمد لله برنامج انوي تشالنج كان عنده تاثير كبير على التلاميذ ديالنا، حيث انهم اكتسبوا القدره على التفكير المنطقي والمتسلسل، واكتسبوا كذلك مهارات في التحليل وحل المشكلات. ومعلوم الرحله ديالنا مازال مستمره، لان الحلقه الجايه غادي نكونوا في مدينه جديده مع تلاميذ اخرين اللي كيستافدوا من النسخه الثانيه من انوي تشالنج. Peace.